السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة English with Tussauds لتعلم اللغة الإنجليزية ولشرح دروس ثاني بكالوريا. لاحظت باللي أغلب التلاميذ فاش كيبغيو يبداو المراجعة اللغة الإنجليزية كيكونوا تالفين وما عارفينش باش يبداو أو علاش يركزوا. لذلك في هذا الفيديو والفيديوهات الجايين غنوضح لكم الصورة ونبسط لكم لونجلي باش كل شيء يجي بنقطة زوينة مزيان. سو باش ما نطولش مقدمة بزاف، خلي معك شي لايك، تعليق كيف ما كان، كبر الشاشة وزيد في الكواليتي ديال الفيديو باش تبان لك شي مزيان، ويلا نبدا. سو قسمت البروغرام ديال اللغة الإنجليزية لخمسة ديال المحاور، وهذا الترتيب اللي غادي نعطيك ضروري ضروري تخدم به. أول محور كنبداو به أو اللي غنبداو به إن شاء الله هو الفانكشنز، من بعده تنسز، الجرامر، فوكابلوري اند رايتين. أكيد في كل محور غنقول لك علاش تركز وشنو غتقرا فيه، وفي هذا الفيديو غنشرحوا المحور ديال الفانكشنز اللي هما الدروس ديال الكوميونيكيشن، وفي الفيديو الثاني والثالث غادي نشرح لكم باقي المحاور باش ما نطولوش الفيديو. نبداو سيدي حنا بالفانكشنز. اشنو غتقرا في الفانكشنز؟ علاش خصك تركز؟ هذا هو السؤال اللي خصك تسول راسك عليه. اشنو المطلوب مني انا من هاد الدروس ديال الفانكشنز؟ انا غنبسط لك هاد الشيء كامل في هاد الخطوات. اللي خاصك تكون عارف الدروس ديال الفانكشنز هما ربعة اشياء. اول حاجة الهدف من الدرس، ثاني حاجة تاخد بعض الامثلة، ثالث حاجة تحفظ داك الاكسبريشنز هادوك التعابير اللي عندك، ورابع حاجة تخدم تمارين. تو سامبلومو هاد ربعة الحوايج كيبقاو يتعاودو في جميع الدروس ديال الفانكشنز مزيان. وهادشي اللي قلت دابا غتلقاو في الكتاب. ناخدو واحد النظرة وحنا كنشرحو. مثلا درس ديال asking for and giving advice بمعنى طلب وإعطاء نصيحة، غتلقى الفوق الهدف من الدرس هو كذا وكذا. دابا انت عرفتي الهدف من الدرس وفهمتي، كتاخد بعض الأمثلة باش تزيد تفهم اللي هما هاد الشخصيات هادو. كيكون حوار ما بين واحد والطرف الثاني، حين الدروس ديال الفانكشنز عبارة على دروس ديال الكوميونيكيشن ديال التواصل مزيان. من بعد الحاجة الثالثة اللي قلنا هي تحفظ داك الاكسبريشنز هادوك التعابير اللي انت ضروري خصك تحفظهم. علاش؟ باش تقدر تجاوب ان شاء الله في الامتحان الوطني، وغتلقاهم في الترجمه ديالهم. اند باي ذا واي الكتاب كامل مشروح باللغه العربيه، يعني جميع الدروس فيهم الشرح باللغه العربيه مزيان. قلنا سيدي كنشوفوا الهدف من هذا الدرس، كناخذوا امثله وكنحفظوا هذوك الاكسبريشنز هذوك التعابير. شنو بقات المرحله الاخرى؟ هي التمارين. كتخرجك التمارين اللي عندك، كاينين تمارين ديال داخل القسم وتمارين ديال امتحانات وطنيه، يعني جميع التمارين بانواع ديالها محطوطين في الكتاب مزيان مزيان. ان باي ذا واي بالنسبه للدروس ديال الفانكشنز تلقاهم مخدومين بنفس لا ميثود. كتلقى الهدف من الدرس اكزامبلز، تحفظ داك الاكسبريشنز والتمارين باش تبقى عاقل على الميثود وما تدوخ ما شي حاجه، حيت جميع الدروس ديال الفانكشنز مبنيين على هاد الميثود هادي، يعني خصك تخدم بهاد الطريقه هادي باش تجيب مزيان في الامتحان الوطني اولا باش تجاوب مزيان على التمارين ديال الفانكشنز في الامتحان الوطني. هادشي اللي كاين في الكتاب غتلقاه بالضبط في الامتحان الوطني ان شاء الله، وكنوعدك غتلقى داكشي بالضبط في الامتحان الوطني بلا زياده بلا نقصان مزيان. وهذا هو الشعار ديالنا، بلا زياده بلا نقصان، غتلقى غير داكشي اللي عندك في الامتحان. وهادشي علاش سميت الكتاب بديب اند شورت، يعني شارح لك داكشي كامل ولكن بشكل مختصر مزيان. وان شاء الله بالنسبه للفانكشنز فاش كتكون غتبريباري الامتحان الوطني غتلقاو في الاخر ديال داك المحور كاين كويز 1 اون فانكشنز، كويز 2 يعني ديك التمارين مجموعين كاملين. هذوك الفانكشنز اللي قريتو في القسم غتلقاو التمارين مجموعين على شكل كويز، يعني الدرس الاول الثاني الثالث الرابع الخامس بحال داكشي ديال الامتحان الوطني جمعتو انايا على شكل كويز مزيان باش تدربوا عليه من دابا وتمشيو ناضي الامتحان الوطني. سو هادشي كاين في هاد الفيديو، كنتمنى تكون استفدتو وفهمتو، واللي بغى يشري الكتاب ديالي يتواصل معايا عبر الواتساب، وما تنساش لايك تعالى كيف ما كان باش الفيديو يتقترح على ناس اخرين. تهلاو.